بونجور جود مورنينغ، صباح الخير جميعا. رح فرجيكم بهالفيديو القصير كيف منفوت على Data Diocese Management System أو Eparchial Diocese Management System DDMS أو Dynamic Data Management System. بتفوتوا على URL على الإنترنت العادي Internet Explorer أو Safari حسب شو السيستم اللي عم تشتغلوا عليه، وبتكتبوا فوق HTTPS Secure يعني /saintmaron.com. كلكم اخذتوا هاللينك عنكم اياه، وكلكم اخذتوا يوزر نيم وباسورد، كل واحد عم يشتغل على هالسيستم. هاي اول صفحه بتفتح بقلب السيستم. المرحله الثانيه رح احكيكم كيف منبلش نشتغل بقلب السيستم.